شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد القوس بشهر حزيران جون من عام 2021؟ قد يحذرك العقل مما يجب تجنبه، لكن القلب وحده يملي عليك ما يجب فعله. بينطبق هالقول على يلي بده يحصل معك بهالشهر، يلي لازم تتجنب خلاله عمليات التأجيل والتسويف والخلافات، وتختار اللقاءات الحلوة والرومانسية يلي بتتوفر لك بين فترة وأخرى. في فرص بتجيك بأوقات غير منتظرة، كأنك عم بتمر بفترة استراحة. لا المشاريع الكبيرة متوفرة حالياً، ولا العقبات الضاغطة تمنعك من الأحلام والتخطيط للمستقبل. بس ما تراهن على وهج كبير ولا على تألق وإنجازات وانتصارات. ركز على الحوار وتبادل الآراء ومحاولة تقريب وجهات النظر وبلوغ بعض الأهداف عبر إظهارك كفاءات ومواهب شتى. تستعيد حرية التصرف رويداً رويداً، بس الفلك بعده عم بيتحدث عن تنافر بعض الكواكب معك مثل جوبيتر وميركور، بالإضافة هالشهر للشمس. ما يعني أنه حداً غيرك رح يخطف منك الضوء ويعتم على بعض مشاريعك أو يحجب عنك النور، فبتتأرجح بين وعود وتحفظات وبين تقارب وتباعد. يخشى من أنه تلتبس عليك الأمور أو من تشويش على أفكارك وتطلعاتك. بتعيش حالة حيرة قدام بعض الخيارات. بسجل كوكب ساتورن تراجع من أواخر الشهر الماضي وبيفرض عليك نمط بطيء بعض الشيء بشؤونك المالية. هالشي بيحتم عليك تجنب عمليات الاستثمارات، عمليات الشراء أو البيع، وبيفرض عليك درس كل الخيارات بإمعان وعدم التصرف أو التسرع بالتوقيع على بعض العقود. هالشهر بيسجل كسوف بتاريخ 10 يا عزيزي، بمنزلك السابع يعني بالجوزاء، يعني بمواجهة برجك، وبيختبر علاقة عاطفية أو زوجية أو شراكة لإلك. يمكن تمر بامتحان وتنجى إذا كانت جيدة وسليمة. أما إذا كنت عم بتعاني هالعلاقة من بعض الإشكالات، فتوقع حسم سلبي ونهائي حالياً. كمان تتغير استراتيجية بالعمل أو بالمناصب أو بظرف لبعض الحكام أو المدراء. بتتبدل اللعبة، بتضطر أنت إلى تغيير برنامجك أو إلى تأجيل سفر على أثر بعض التطورات ربما. بنصحك بالتروي وعدم التورط بخلاف ونزاعات عقيمة بها الشهر. حاول أنك تتودد للزوج أو للزوجة والشريك العاطفي وأن تتفهم أوضاعه، بدل ما تنتقده أو تصير كل شيء بيزعجك بتصرفاته. مش دايماً لازم نعبر عن انزعاجنا. كل شيء بينبع من الخيال، فتخيل الأمور الجيدة والإيجابية وحاول أنك تجسدها بعيداً عن الجدل العقيم والنزاعات. إذا كنت عازب، بتتلقي عزيزة القوس عروضاً جيدة، لازم أنه تتلقفوها بإيجابية ورقة وثقة. بس اعلموا أنه العقل يمكن يمنعكم من التجاوب السريع، لأنه في تشكيك حالياً بكل ما بيتوفر قدامكم، أو بتكونوا متحفظين جداً جداً عكس طبيعتكم الجياشة عادةً. لحسن الحظ أنه كوكب مارس بيترك برج السرطان وبينتقل إلى برج الأسد بتاريخ 12، حتى يحفزك ويحفزك على النضال ومواجهة السلبيات بحماسة كتير متقدة وشجاعة تتميزوا فيها. إذن ابتداء من 12 رح تكون الأجواء أفضل بكتير من قبلها، ولو أنه في كواكب أخرى رح تكون هي معاكسة مثل جوبيتر مثل ما عم نقول، والكسوف يلي بيحصل ببرج الجوزاء.
عزيزي القوس، راهن على الإيجابيات حتى تكسب المعارك حاليا. حاول تتغاضى عن بعض الهفوات، ما تصير المشاكل، تجنب إثارة النعرات كمان والقضايا الخلافية بكل المجالات.